أشكركم جزيل الشكر على ما قدمتموه لنا من دعم أسهم في أن تحقق الخطوط السعودية معدلات عالية في نقل الركاب حجاجاً ومعتمرين وزائرين. جداً سعيد لوجودي معكم اليوم، زملائي وأخواني منسوبي مكتب الخطوط السعودية في عمان. أتطلع إن شاء الله أنه نلتقي مرة أخرى السنة القادمة ونسمع أخبار أفضل من زملائي في الخطوط السعودية بالنسبة لحجم الشراكة اللي تربطها فيكم، لأنه الأرقام هي اللي تعكس المحبة. فشكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم.